استاذ حسن المستكاوي، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. يعني هذه البداية كيف تعلق عليها؟ بصي، هي بداية طبعا سيئة جدا، لكن احنا بقالنا من 2010 تقريبا في نفس الحالة. الكرة بتاعتنا مش عايزة تتغير، مش عايزة تتطور. شوفي تونس، منتخب تونس لعب مع المنتخب المصري ازاي؟ شوفي اتحاد العاصمة يعني لعب مع الاهلي ازاي؟ شوفي كمان ان فريق ملوش وجود على خريطه افريقيا لعب مع الزمالك ازاي؟ المشكله مشكله فرق مصريه. صحيح الاهلي عمل نتائج كويسه جدا في بطولات افريقيا، لكن خلينا نتكلم على الماتش ده. الماتش ده لو اي حد بيسمعنا دلوقتي او يعني سامعني دلوقتي يجيب اي لقطه من المباراة يشوف اتحاد الجزائر يعني عامل زيادة عددية في كل منطقة في الملعب. المدرب بتاعه بن شيخة اتعامل كويس جدا مع اللقاء. الأهلي داخل المباراة كان بثقة زيادة عن اللزوم، كان في تحديات كثيرة قدام اللعيبة، يعني الناس اللي تألقت الموسم اللي فات زي حسين الشحات وزي فلسيتا وزي كهربا وزي مروان عطيه، كلهم داخلين المباراه دي بثقه زايده عن الحد لاثبات ان التالق ما زال مستمر. يعني التحديات كمان اللي كانت قدام رضا سليم وامام عاشور، صفقتين من الجداد من الصفقات الاهلي الجديده، اتحطوا في اختبار، واختبار قوي جدا. اللي صعب الاختبار الفريق الجزائري. الفريق الجزائري عمل مباراه كبيره وانهك الاهلي وارهقه وعرف يوقف كل الحلول بتاعه الاهلي. احنا للاسف يا لميس لما بنيجي نتكلم على خساره فريق مصري دايما سواء المنتخب او الاهلي او الزمالك بنقعد نحلل اسباب قصاص الاهلي او الزمالك او المنتخب. محدش ابدا بيبص للفريق الثاني لعب ازاي. ما هو جزء من الهزيمه الفريق الاخر، لان الكوره بين فريقين، مفيش فريق بيلعب لوحده. يعني التركيز كله ان مش عارف مين مش فعالته، مش عارف ايه، الميس باس كتير. انت اللي عارف كوره ممكن يفسر الميس باس الكتير بتاع الاهلي اسبابه ايه؟ الضغط بتاع لعيبه الجزائر. اللي عايز يفكر هيقول ازاي فريق جزائر حرم الاهلي من انه يعمل الكوره اللي فيها اختراق في ال 18 على مدى يعني وقت كبير من المباراه، ودي لعبه الاهلي، يعني الاهلي بيعمل ده باتقان، بس هم دفعوا من عملوا زحمه في ال 18، فعشان كده الاهلي ما قدرش يعمل ده، ما قدرش يعمل الحيله دي او الخدعه دي. كمان التسديد واحد من الحلول. الاهلي سدد كام تسديده؟ ثلاثة أربعة، مش كفاية خالص في ماتش كبير زي ده. على فكرة الماتش كان حلو وكان كبير وفي جهد بدني كبير قوي من الفريقين، لكن للأسف الشديد احنا تفسيراتنا دايما بتتجه إلى فريقنا. إمام عاشور، كيف قيمت إمام عاشور في أول مشاركة ليه مع الأهلي؟ ابتدى الشوط الأول بشكل جيد شوية، لكن بعد كده غاب، عنده نقص بدني كبير جدا. الشوط الثاني من مهام امام عاشور انه يدافع ويهاجم. امام عاشور دوره هو الدور ده تقريبا قريب من الدور بتاع حمدي فتحي. حمدي فتحي بيعمل ال 70 80 متر دول طول المباراه بشكل منظم وبشكل مستمر. امام عاشور ما عملش ده، دوره ان هو كمدافع في خط الوسط او لاعب خط وسط يهاجم وكمان يدافع كويس جدا. مفيش حاجه اسمها لعيب، مفيش حاجه اسمها مجموعه لعيبه بتدافع ومجموعه لعيبه بتهاجم. ده كلام كره بتاعت ستينات وسبعينات. كره دلوقتي اتغيرت خالص. الكلام ده واضح، الناس كلها عارفه الكلام ده، بس برضه شوفوا الفريق الجزائري لعب ازاي. طبعا.